بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه المحاضرة لطلاب كلية الإعلام، طلاب الفرقة الأولى في مادة اللغة العربية 2 لجميع الشعب، من الشعبة الأولى إلى الشعبة الرابعة. كنا قد انتهينا من معرفة المبني والمعرب من الأسماء، وكذلك انتهينا من المبني والمعرب من الأفعال، وكذلك انتهينا من الإعراب التقديري في الأسماء والإعراب التقديري في الأفعال. وفي هذا اللقاء إن شاء الله سوف نتحدث عن المرفوعات. أولا، المرفوعات في الجملة الإسمية. أول شيء في المرفوعات في الجملة الإسمية هو المبتدأ، والمبتدأ هو الاسم الذي يقع في أول الجملة الإسمية لفظا، مثل السلام عليكم، أو رتبة، مثل عليكم السلام. لفظا يعني يأتي لفظه في بداية الجملة، أو رتبة يعني في الترتيب. عليكم السلام، عليكم هنا شبه جملة خبر مقدم، السلام مبتدأ مؤخر، يبقى هو مؤخر هنا رتبة، والتأخير هنا جائز. والمبتدأ أيضا هو المتحدث عنه في الجملة الإسمية، أو هو المسند إليه. وحكم المبتدأ في اللغة العربية هو الرفع. أما أحوال المبتدأ، فقد يأتي المبتدأ اسما صريحا معربا، أو يأتي اسما مبنيا، أو يأتي مصدرا مؤولا. بالنسبة لمجيء المبتدأ اسما صريحا معربا، هذا الاسم الصريح المعرب، مثل محمد محبوب. محمد مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. وهذا الاسم الصحيح المعرب قد يكون معربا بالعلامات الظاهرة، محمد محبوب. محمد هنا مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، قد يكون مرفوعا بالضمة المقدرة، بالعلامات التقديرية الضمة المقدرة، مثلا مصطفى محبوب. يبقى مصطفى مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، لأنه اسم مقصور. مصطفى محبوب، أو يكون اسما منقوصا، نقول القاضي عادل. القاضي مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل، لأنه اسم منقوص. والثقل لأنه من الممكن أن تظهر الضمة على الياء، فنقول القاضي عادل، لكن الضمة على الياء ثقيلة، ولذلك نقول منع من ظهورها الثقل. أما بالنسبة للاسم المقصور مصطفى محبوب، نقول منع من ظهورها التعذر، يعني الضمة يستحيل أن تظهر على الألف. هل من الممكن
أن نضع على الألف ضمة هذا يستحيل ويتعذر وصعب ولا يمكن لنا أن نضع ضمة على الألف. يبقى من أحوال المبتدأ الاسم الصريح المعرب، وهو يعرب بعلامة ظاهرة أو بعلامة مقدرة. يعرب بالعلامة الظاهرة كما قلت مثل محمد محبوب، محمد هنا مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، أو بالعلامة المقدرة مثل مصطفى محبوب أو القاضي عادل. من أحوال المبتدأ أيضا أنه يأتي اسما مبنيا مثل أنا مسافر، فأنا هنا اسم مبني وهو ضمير، وأنا قلت ذكرنا أو عرفنا عند حديثنا عن الأسماء المبنية أن الضمائر جميعا مبنية، كل الضمائر سواء أكانت ضمائر منفصلة أم ضمائر متصلة أم ضمائر مستترة أم ضمائر بارزة، كل الضمائر بجميع أنواعها مبنية. مثل أقول أنا مسافر، فأنا هنا ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. مثل أيضا أسماء الإشارة، نقول هذا الكتاب مفيد، هذا هنا اسم إشارة مبني على السكون، إشارة طبعا للقريب، اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. الذي اجتهد نجح، الأسماء الموصولة عندما تقع في موقع المبتدأ. الذي أيضا مبني، الذي اسم موصول مبني على السكون للمفرد المذكر في محل رفع مبتدأ. الذي اجتهد نجح، وجملة اجتهد المكونة من الفعل والفاعل الضمير المستتر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وجملة نجح من الفعل والضمير المستتر اللي هو الفاعل في محل رفع خبر المبتدأ الذي. أيضا من الأسماء المبنية أسماء الشرط، من يجتهد ينجح، من يجتهد ينجح، من هنا أداة شرط تجزم فعلين، الأول فعل الشرط اللي هو يجتهد، والثاني جواب الشرط وهو ينجح. ومن هنا تعرب مبتدأ، مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. أيضا من الأسماء المبنية التي تأتي مبتدأ أسماء الاستفهام، مثلا كم دينارا لديك، كم هنا استفهامية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. هذه حالة من أحوال المبتدأ. يبقى المبتدأ يأتي اسما صريحا معربا، والاسم الصريح المعرب قد يأتي معربا إعرابا ظاهرا أو معربا إعرابا تقديريا، ظاهرا مثل محمد محبوب، أو يعرب إعرابا تقديريا مثل مصطفى محبوب أو القاضي عادل. ويأتي اسما مبنيا مثل الضمائر أنا مسافر، نحن مسافرون، أي ضمير بقى يأتي في موقع المبتدأ. أسماء الإشارة، هذا الكتاب مفيد، الذي اجتهد نجح، الأسماء الموصولة. أسماء الشرط، من يجتهد ينجح. أسماء الاستفهام، كم دينارا لديك، إلى آخر طبعا الأسماء المبنية. أي اسم مبني يأتي في هذا الموقع فهو في محل رفع مبتدأ. من أحوال المبتدأ أيضا أنه يأتي مصدرا مؤولا، مثل قولنا أن تصوم خير لك،
أن تصوم خير لك، وتقدير الكلام صيامك خير لك، صيامك خير لك. يبقى أن تصوم مصدر مؤول وتقديره صيامك وهو مبتدأ في محل رفع، وخير خبر المبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. أيضا المبتدأ يأتي اسما صريحا معربا ليس بعلامة أصلية، ما سبق كان بعلامة أصلية ظاهرة أو مقدرة، ظاهرة زي محمد محبوب، مقدرة مثل مصطفى محبوب أو القاضي عادل. قد تكون العلامة فرعية، قد يكون هذا الاسم الصريح المعرب معربا بعلامة فرعية، بعلامة فرعية ظاهرة طبعا، مثل قولنا التلميذان حاضران. التلميذان مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الألف، لماذا؟ لأنه مثنى. وحاضران خبر المبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الألف لأنه مثنى. يبقى هنا المبتدأ أعرب بعلامة فرعية ظاهرة. أيضا المؤمنون شاكرون مع جمع المذكر السالم، المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. ذو المال مهموم، الأسماء الخمسة تعرب بعلامة فرعية. ذو المال مهموم، ذو طبعا ذو بمعنى صاحب، ذو المال مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة، والمال مضاف إليه، ومهموم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. قد تشتمل الجملة أحيانا على أكثر من مبتدأ، مثل قولنا محمد أبوه كريم. محمد مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، أبوه مبتدأ ثان مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة، والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وطبعا نحن نعرف أن الأسماء الخمسة لا بد أن تكون مضافة، ويشترط أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. يعني لو قلنا أبي وأخي وفمي، كل إذا كانت الإضافة إلى ياء المتكلم فإنها لا تكون من الأسماء الخمسة، لكن إضافة لغير ياء المتكلم فهي من الأسماء. طبعا يشترط فيها أيضا ألا تأتي مثناتا ولا مجموعة، يعني لو قلنا أبوان وأخوان وإخوة وآباء، التثنية والجمع أيضا يخرجها من الأسماء الخمسة. محمد أبوه كريم، محمد مبتدأ، أبوه مبتدأ ثان مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. كريم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. أيضا من اشتمال الجملة على أكثر من مبتدأ قولنا محمد غلاف كتابه لونه أحمر. محمد مبتدأ، غلاف كتابه غلاف مبتدأ ثان، وكتاب مضاف والهاء مضاف إليه، ولونه مبتدأ ثالث والهاء مضاف إليه، وأحمر خبر المبتدأ الثالث. يبقى محمد غلاف كتابه لونه أحمر، الجملة هنا اشتملت على كم مبتدأ؟ ثلاثة. محمد ده مبتدأ أول،
غلاف مبتدأ ثان، لونه مبتدأ ثالث. محمد غلاف كتابه لونه أحمر. غلاف ده مبتدأ ثان. خبر المبتدأ الثاني قولنا لونه أحمر، اللي هي جملة لونه أحمر المكونة من مبتدأ ثالث وخبره. وجملة غلاف كتابه لونه أحمر المكونة من المبتدأ الثاني والمبتدأ الثالث وخبره هي خبر المبتدأ الأول وهو محمد. هذا بالنسبة للمبتدأ في اللغة العربية باختصار شديد. أما بالنسبة للخبر فالخبر هو الجزء المتم الفائدة، الخبر هو الجزء الذي يتم به المعنى. وابن مالك يقول الخبر هو الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. الله بر، الله لفظ الجلالة مبتدأ، وبر خبر المبتدأ. والأيادي شاهدة، الأيادي مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة طبعا على الياء. الأيادي منع من ظهورها الثقل، اسم منقوص، شاهدة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. يبقى الخبر هو آخر الجملة الاسمية لفظا، مثل إحسانك مشكور، فمشكور هنا هو خبر المبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. أو يأتي رتبة، يبقى الخبر آخر الجملة الاسمية لفظا أو رتبة. رتبة يعني ممكن يقدم عن موضعه، الخبر موضعه يكون مؤخرا عن المبتدأ، ممكن يتقدم الخبر على المبتدأ فنقول مشكور إحسانك. طبعا مشكور هنا نكرة وإحسانك معرفة. وإذا وجد في الجملة كلمة نكرة والأخرى معرفة بالطبع أو بالتأكيد أو يعني بالضرورة، لابد أن تكون النكرة هي الخبر والمعرفة هي المبتدأ. والخبر أيضا هو المتحدث به في الجملة الاسمية، وهو الجزء الذي يكون مع المبتدأ جملة مفيدة. يبقى الخبر هو الجزء الذي يكون مع المبتدأ جملة مفيدة. والخبر هو المسند، احنا قلنا في المبتدأ المبتدأ هو المسند إليه، يعني هو الذي نسند إليه المسند. يبقى الخبر مسند والمبتدأ مسند إليه. يبقى الخبر هو المسند وبه يتم معنى الجملة. يبقى معنى الجملة لا يتم إلا بالخبر. وحكم الخبر في اللغة العربية هو الرفع. يأتي الخبر في الجملة اسما صريحا، مثل قولنا الدين المعاملة. الدين مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، والمعاملة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. يبقى جاء الخبر هنا اسما صريحا طبعا مرفوعا بعلامة ظاهرة. قد يأتي الخبر اسما صريحا مرفوعا بعلامة مقدرة، كأن نقول مثلا الماء مصفا من الشوائب. الماء مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، مصفا خبر المبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، لأن كلمة مصفى اسم مقصور، وطبعا الألف لا تظهر عليها الضم أو يستحيل أن تظهر عليها الضمة، فالعلامة هنا مقدرة. يبقى الخبر جاء هنا اسما صريحا لكن علامة الرفع هنا جاءت مقدرة. يبقى من الممكن أن تأتي العلامة
تأتي العلامة ظاهرة مثل الدين المعاملة، أو تأتي مقدرة مثل الماء مصفا من الشوائب. مثلا لو قلت هذا قاضي المدينة، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وقاضي خبر المبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل، والمدينة مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة. أيضا قد يأتي الخبر مرفوعا بعلامة فرعية، كما ذكرنا في الأمثلة السابقة التلميذان حاضران، بحاضران هنا خبر المبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الألف لأنه مثنى. المؤمنون شاكرون، شاكرون خبر المبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. هذا ذو العلم، نقول هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وذو هنا خبر المبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة والعلم مضاف إليه. يبقى الخبر أيضا مثل المبتدأ يأتي اسما صريحا مرفوعا بعلامة ظاهرة أو بعلامة مقدرة، أو يأتي مرفوعا بعلامة فرعية، أو يأتي مرفوعا بعلامة فرعية. أيضا هذا الخبر قد يأتي اسما مبنيا، من الممكن أن يكون اسما موصولا، أو أن يكون مثلا أي شيء من الأسماء المبنية من الممكن أن يقع أيضا في موقع الخبر، مثل قولنا هذا الذي نحبه، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، وجملة نحبه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وهكذا مع بقية الأسماء المبنية. فالاسم المبني يمكن أن يكون خبرا. قد يأتي الخبر أيضا اسما مؤولا، مثل حسن الخلق أن تصغي لمحدثك، حسن الخلق أن تصغي لمحدثك، حسن مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، والخلق مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهرة، والمصدر المؤول أن تصغي طبعا في محل رفع خبر المبتدأ، والتقدير حسن الخلق إصغاؤك لمحدثك، حسن الخلق إصغاؤك لمحدثك، ويبقى إصغاؤك هنا هو الإيه؟ هو الخبر. يبقى المصدر المؤول هنا خبر في محل رفع. قد يأتي الخبر جملة اسمية، يبقى كل ما فات من الأخبار كان يسمى أو يطلق عليه الخبر المفرد، والمفرد في باب المبتدأ والخبر هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. نقول الطالب محبوب، محبوب خبر مفرد، الطالبان محبوبان، محبوبان أيضا خبر مفرد، المؤمنون شاكرون، شاكرون خبر مفرد. لماذا مفرد مع إن الكلمة جمع المفرد هنا في باب المبتدأ والخبر هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. يبقى المفرد في باب المبتدأ والخبر هو ما ليس جملة ولا ولا شبه جملة. يبقى يأتي الخبر جملة اسمية، مثل قولنا محمد أبوه كريم، محمد مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، أبوه كريم
أبوه مبتدأ ثان مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة، والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. كريم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، والمبتدأ الثاني وخبره اللي هو أبوه كريم، وخبر المبتدأ الأول في محل رفع. خبر المبتدأ الأول في محل رفع، يبقى جملة أبوه كريم ده خبر مكون من مبتدأ ثان وخبر المبتدأ، الجملة كلها جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدأ. كما يأتي أيضا الخبر جملة فعلية مثل محمد يحب العمل. محمد مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، وجملة يحب العمل، يحب فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والعمل مفعول به. وجملة يحب العمل اللي هي الجملة الفعلية خبر المبتدأ في محل رفع. أيضا يأتي الخبر في اللغة العربية شبه جملة، وشبه الجملة قد يكون ظرفا وقد يكون جارا ومجرورا. شبه الجملة الظرف مثل قولنا الجنة تحت أقدام الأمهات. الجنة مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، تحت ظرف مكان منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، وأقدام مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسر الظاهرة، وأقدام مضاف والأمهات مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهرة. وشبه الجملة اللي هو الظرف تحت أقدام الأمهات خبر المبتدأ في محل رفع. قد يأتي الخبر جارا ومجرورا مثل قولنا السلام عليكم. السلام مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، عليكم على حرف جر، عليكم على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وكم ضمير في محل جر بعلى. طبعا وشبه الجملة عليكم خبر المبتدأ في محل رفع. قد تشتمل الجملة أيضا في اللغة العربية على أكثر من خبر، كما قلنا منذ قليل قد تشتمل الجملة على أكثر من مبتدأ، كذلك الجملة في اللغة العربية قد تشتمل على أكثر من خبر مثل قولنا الطريق طويل وعر. طويل هنا خبر المبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، وعر خبر ثان مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. ومن ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة البروج وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. في قوله السابق خمسة أخبار هي: هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، الغفور خبر أول مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، الودود خبر ثان مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، ذو العرش ذو خبر ثالث مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة، العرش مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهرة، المجيد خبر رابع مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، فعال خبر خامس مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. المراد بالمفرد في باب المبتدأ والخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة حتى لو كان مثنى أو جمعا. الأصل أن يكون الطرف الأول في الجملة الاسمية هو المبتدأ والطرف الثاني هو الخبر،
مثل الدرس سهل إذا اختلف الطرفان تعريفا وتنكيرا. تكون المعرفة هي المبتدأ كما ذكرت منذ قليل، والنكرة هي الخبر. إذا اختلف الطرفان تعريفا وتنكيرا تكون المعرفة هي المبتدأ، وتكون النكرة هي الخبر. مثل قولنا ممنوع الغش، فممنوع هنا هي الخبر والغش هي المبتدأ. الغش ممنوع، الغش مبتدأ وممنوع هي الخبر، سواء قدمنا الخبر أو أخرناه في موضعه. إذا كان أحد الطرفين شبه جملة يتعين شبه الجملة للخبر والطرف الآخر للمبتدأ. مثل في البيت رجل، يبقى في البيت شبه الجملة هنا خبر مقدم ورجل مبتدأ مؤخر مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة. عندي أمل، عندي طبعا ده ظرف، ظرف مكان منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، والياء ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وشبه الجملة اللي هو الظرف خبر مقدم وأمل مبتدأ مؤخر وجوبا مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة. الحق معك، الحق مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة، مع ظرف مكان منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، وشبه الجملة اللي هو الظرف معك في محل رفع خبر المبتدأ. يبقى إذا كان أحد الطرفين شبه جملة يتعين شبه الجملة للخبر ويكون الطرف الآخر للمبتدأ. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.